لم تكن تركيا بعيدة عن المشهد الليبي منذ بدء الأزمة في البلاد عام 2014، ولم يعد خافيا على أحد أن أنقرة تدخلت ولا تزال في الشأن الداخلي الليبي سياسيا وعسكريا. آخر أوجه الدعم وصول عدد من ضباط الجيش التركي لتكوين غرف عمليات عسكرية وتدريب الميليشيات والمجموعات الإرهابية في البلاد. أنقرة كلمة السر الخبيثة وراء الإرهاب والتطرف، فإذا أردت أن تعرف من وراء التخريب والدمار ودعم الإرهاب فابحث عنها، وكن لك ثقة أنك ستجد يدها ملطخة بدماء الفوضى. وغير بعيد عن تلك القضية، ففي ليبيا رصد الجيش الوطني الليبي وجود جنود وضباط استخبارات من تركيا يقومون بتدريب الجماعات الإرهابية المسلحة ويقاتلون في صفوفهم بالعاصمة طرابلس. وبالدليل نشرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي شريطا مصورا أظهر ضابطا تركيا يدرب المسلحين على قيادة مدرعات تركية وصلت مؤخرا إلى طرابلس، مشيرة إلى أن هذا الفيديو عثر عليه في هاتف أحد المقبوض عليهم. وبينما يخوض الجيش الليبي عملية عسكرية منذ الرابع من إبريل بهدف تطهير طرابلس من الميليشيات والجماعات المسلحة، تواصل تركيا عملياتها الخبيثة حيث تعد من أهم الداعمين الخارجيين لتلك الميليشيات. وبالفعل سبق وأن وصلت إلى ميناء طرابلس يوم 18 من مايو دفعة كبيرة من الأسلحة والمدرعات العسكرية التركية على متن سفينة قادمة من شمال تركيا. مسؤولية دعم الإرهاب في ليبيا حملها نواب ليبيون لتركيا بإرسال إرهابيين من مدينة إدلب السورية إلى ليبيا للقتال في صفوف الميليشيات ضد الجيش. وقال النواب في أحاديث صحفية إن تركيا سهلت مرور الإرهابيين إلى سوريا منذ 2011 لترسلهم الآن إلى ليبيا بعد تضييق الخناق عليهم في سوريا والعراق. وتأتي تلك التصريحات عقب إفادة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة في جلسة بمجلس الأمن قال فيها إن الميليشيات المسلحة في طرابلس تستعين بإرهابيين من إدلب بعد نقلهم إلى ليبيا. وبهذا تظل أفعال أنقرة الخبيثة الظاهرة منها والباطنة تهدف إلى زعزعة للاستقرار وتهديد السلم والأمن الدوليين. لمناقشة هذا الأمر مشاهدينا دعونا نستقبل هاتفيا معكم الآن الأستاذ محمد مصطفى الخبير في الشؤون التركية. يا أستاذ محمد تحياتي لحضرتك وصباح الخير. تحياتي لحضرتك أستاذ المشاهدين، صباح النور. على ماذا تعول تركيا من كل هذه التدخلات ودعم الإرهاب بشكل أو بآخر وتكوين يعني غرف عمليات عسكرية وتدريب الميليشيات كما أشرنا؟ يعني تركيا وبكل وضوح تتصور أن بوسعها المضي في مشروع أردوغان لإعادة الاستعمار التركي مرة أخرى إلى المنطقة العربية. يريدون إعادة الاستعمار بوجه الحديث إلى المنطقة العربية، وفي الواقع المشروع العثماني التركي القديم مثل المشروع التركي العثماني الجديد ليس فقط مشروعا لاستعمار الدول العربية أو لإعادة استعمارها، لكنه مشروع لاستعباد الشعوب العربية. يعني العناصر المتواجدة الإرهابية التي كانت متواجدة في سوريا وتم دحرها بفعل الجيش السوري وبفعل بعض القوى الدولية يعني التي اتخذت موقفا جيدا على الأرض السورية مثل القوات السورية مثل القوات الروسية، العناصر دي تم نقلها إلى ليبيا وكان هدفهم نقلها إلى الشرق الليبي لتكسير ليبيا من الداخل من جانب ولإحداث تأثير مباشر على الساحة الداخلية المصرية من جانب آخر، لكنهم لم يتمكنوا من إيصال أو تمكين هذه العناصر من السيطرة على الشرق الليبي بعد النجاحات الكبيرة التي حققها الجيش الوطني الليبي، فاتجهوا مباشرة إلى الغرب وتحديدا إلى طرابلس لدعم السلطة المتواجدة هناك مع حلفائها من التنظيمات الإرهابية المسلحة. فهم يريدون تكسير ليبيا وتحطيمها من الداخل في إطار مخطط شامل في الدول العربية من جانب، وبهدف
او يتصورون ان بامكانهم ان كان بامكانهم تنفيذه وهو اضعاف الساحه الداخليه المصريه. استاذ محمد مصطفى، ايضا يعني نريد ان نتحدث عن تداعيات الامر في ليبيا اذا بالفعل استمرت تركيا في كل هذه الانتهاكات. يعني انتهى يعني المحاوله والمشروع التركي الاستعماري الجديد من وجهه نظري المتواضعه قد انتهى تماما، لان الدوله المصريه تمكنت اللي احنا شفناه في الايام او اليومين اللي فاتوا ده من وجهه نظري المتواضعه اعلان من الدوله المصريه، لان مصر انتهت من مرحله استعاده قوه مؤسساتها الى مرحله فرض الهيبه المصريه في الخارج. والان اصبح واضحا للجميع ان اجهزه الدوله المصريه قوات مسلحه ومخابرات مصريه اصبحت قادره على الوصول مثلما كانت تفعل قديما منذ فتره محمد علي عندما دشن هذا المبدا ان مصر يجب ان تصل بقوتها وقدرتها الى اخر شبر يتواجد فيه مواطن او شخص ينطق باللغه العربيه. فهذا هو ما يتم الان، واحنا شفنا العمليه المخابراتيه التي تمت لاستعاده هم هشام عشماوي بالنسبه لهم ليس فقط مجرد عنصر ارهابي مدمر في الداخل المصري او في الداخل العربي، لكنهم يعلمون انه كان عنصرا مؤهلا عسكريا ويريدون تكرار مثل هذا النموذج ليس في مصر فقط لكن في الدول العربيه. فالفكره نفسها تم كسرها وتحطيمها على يد هذه المخابرات العامه المصريه، وهذا النجاح هو ما يدفع تركيا. يعني هم عاملين دلوقتي زي مش عايز اقول الاسد لكن الطابع الجريح، كشروا عن وجههم القبيح في ليبيا، تواجدهم العسكري والاستخباري في الساحه الليبيه موجود منذ سنوات بعيده، لكن هم كشفوا هذا الوجه لانهم يريدون ان يظهروا نفسهم في وضع قوه. الخطه التركيه سيدتي بوضوح كان ركنا اساسيا منها هو السيطره على مراكز صنع القرار السياسيه في دولتي الجوار الاهم بالنسبه لمصر وهما السودان وليبيا. نعم. مشروعهم في السودان اتضرب ومشروعهم في ليبيا بيضرب بقوه شديده الان من جانب الدولة المصرية. وصلت الفكرة يعني أستاذ محمد مصطفى الخبير في الشؤون التركية، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المشاركة والإيضاحات. دقائق قليلة مشاهدينا الكرام، وألقاكم من جديد في نشرة إخبارية مفصلة، ابقوا دائما معنا.